كان للجيش العربي الأردني في حرب تشرين 73 دور يعتبر هو كدور استراتيجي عندما فطن المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه من منطلق ضرورة أن يكون لنا مشاركة قومية عربية فطن الى ان الجبهه الاردنيه تشكل خطرا كبيرا على الوضع العام العسكري اذا ما نجح العدو بالقيام باي اختراق كان يشكل حركه التفافيه على الجبهه الجنوبيه للقوات السوريه. لذلك كان دور القوات الاردنيه كما انتخبها جلالة الملك عندما قال قد اخترت من خيرة تشكيلات الجيش العربي الأردني أن تكون في الجزء الجنوبي من الجبهة السورية وتكون على اتصال مع القوات الأردنية لتشكل جبهة واحدة إضافة أنه من لحظة بدء الحرب كانت الأوامر قد صدرت لوضع القوات المسلحة الأردنية كاملة في حالة التأهب القصوى. لذلك دورنا عندما تحركت قواتنا الأردنية يوم 12 عشر 1973 وتمكنت في أقل من 48 ساعة بأن تأخذ مواقعها في الجبهة وتكون جاهزة. لأي هجوم لتقوم بهجومها الأول في فجر يوم 16 تشرين أول 1973 ويكون هذا الهجوم هجوما صاعقا بالنسبة لقوات العدو فلذلك القوات الأردنية في هجومها الأول يوم 16 عشرة حققت صدمة رهيبة بالنسبة للعدو واثبت الجندي الاردني انه مقاتل مقاتل شرس لا يهاب الموت ابدا وقدمنا عددا من الشهداء في هذا الهجوم ثم اعيد التنظيم والترتيب وتزويد القوات بما نقص من ذخيره واسلحه وغير ذلك ليكون هناك الهجوم الثاني للقوات الاردنيه في صباح يوم 19 تشرين اول 1973 ولا يقل مستوى هذا الهجوم عن الهجوم السابق في المناطق المخصصه لقواتنا الاردنيه في الجبهه الجنوبيه ولكن ادت القوات الاردنيه دورها الكبير وفعلا هذه القوات كانت مفخره في ادائها وقدمت 23 شهيدا. يعني وجود القوات الاردنيه ممثله باللواء المدرع 40، ومن ثم تواصلت بقيه الفرقه الثالثه في اسناده في الجبهه الجنوبيه، هذه الاهميه تكمن في النقاط التاليه. أولا حماية الطريق الرئيسي المؤدي من درعا إلى دمشق كان ذلك الطريق مفتوح وكان يمكن لقوات العدو أن تسلك هذه الطريق وتصل إلى دمشق والمسافة ليست بعيدة حوالي 100 كيلو متر الشيء الثاني أن القوات الأردنية أشغلت قوات كبيرة بقوات العدو أمامها لتحسب القوات الاسرائيليه ان هذه القوات ستندفع باي لحظه كانت في ذلك الظرف ثالثا كانت حمايه للميمنه في الجبهه الجولان من اي شكل من اشكال الالتفاف الذي كان قد يتم عن طريق منطقه درعه والانعطاف نحو الشرق والشمال والالتفاف حول الجبهه السوريه وقطع طرق المواصلات باي شكل من الاشكال والسيطره على اكبر قدر ممكن من الارض وبالتالي سقوط الجبهه ومثل هذا قد تكرر وحدث في حزيران في حرب حزيران 67 وفي نفس المكان تقريبا في منطقه القنيطره وما حولها تكرر هذا السيناريو وكاد لهذا السيناريو أن يتكرر مرة أخرى في نفس الموقع لولا قدرات الجيش العربي الأردني وسيطرته على الموقف تماما وقدرته على تنفيذ خطة محكم كان لدي توجيهات جلالة المرحوم الملك الحسين طيب الله ترى لهذه القوات لأن تكون هي قوات في المقدمه وفي الطليعه لتمثل ذلك الفكر القومي النهضوي العربي الذي يتميز به الاردن قياده وشعبا وهذا الذي كان في هذه المعركه